أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتاج في كل يوم قياس رقم الأس الهيدروجيني أو الـ pH لمعرفة مستوى الحموضة في المحلول المغذي للنباتات المزروعة بالزراعة المائية. كون الماء المستخدم ماء الإسالة أو الحنفية يحتوي على عنصر الكلور، وعنصر الكلور سيؤدي إلى رفع درجة القاعدية، يعني يسير نحو أن يكون الرقم أكثر من 7، قد يصل إلى 10، وهذا الحد غير ملائم في توفر العناصر الصغرى. لذلك وجب رفع الحموضة أو تخفيض رقم الـ pH وجعله من 5.5 إلى 6.5، وذلك باستخدام بعض الأحماض مثل حامض النتريك، وهذا طبعا غير متداول بصورة جيدة في السوق لكونه ممنوع نوعا ما، واستخدام حامض الفسفوريك وهو أيضا جيد وفعال في هذه الطريقة، إلا أن سعره غالي نوعا ما. من خلال التجربة وجدت أن هناك بعض البدائل التي يمكن إضافتها بدل من حامض الفسفوريك، والتي تعمل على تخفيض الـ pH. حاليا عندنا ماء الحنفية، يعني يقرأ عندنا 8.2 إلى 8.3، 8.2 يعني يعتبر قاعدي. طبعا السماد اللي استخدمه والخلطة اللي صنعها تميل الحامضية، يعني عندما أضيف المقدار المفروض أو المقرر من المحلول A والمحلول B راح يخفض لي الـ pH أيضا. خلي اللحظة نشوفه كم. بعد أن أضفنا الكمية المقررة من المحلول A والكمية المقررة من محلول B وتحريكه بصورة جيدة لكي يتجانس، نقيس الـ pH. كان عندنا 8.2، أصبح لدينا 7.3، 7.2 تقريبا، يعني أن المحلول اللي خلينا نقصنا درجة كاملة من الحموضة. هنا عندنا حامض أو العفو سماد عالي الفسفور اللي هو NPK 18.44، يعني لا يوجد فيه بوتاسيوم، والنيتروجين فيه 18 والفسفور فيه 44، هذا يسمى بعالي الفسفور. للتجربة لو أخذنا مقدار يسير ملعقة الشاي هذه بكمية قليلة مسح ونضيفها إلى 10 لتر ماء اللي أضفنا لها المحلول المغذي A و B، وخلي نلاحظ الفرق اللي يصير عندنا طبعا ننتظر ذوبانها بصورة جيدة. بعد أن ذابت يعني ملعقة الشاي المسح اللي أضفناها من سماد الـ NPK عالي الفسفور خفضت لنا ما يقارب
ثلاثة أرباع الدرجة، يعني أصبح الآن 6.5، وحد 6.5 طبعا جيد ومثالي. بإمكان أن تكون يعني هذه النسبة ثابتة، يضيفها حتى كان لو كان الشخص لا يمتلك جهاز قياس الحموضة. هذا ممكن أنه يستخدم ملعقة صغيرة، ملعقة الشاي الصغيرة مسح، يضيف السماد المركب العالي الفسفور حتى يخفض بمقدار البي اتش الموجود في المحلول المغذي، وممكن أن يستخدمها بشكل متناوب، يعني ليس بشكل يومي، كأن يكون مرة بالأسبوع، والمرة الثانية بالأسبوع ممكن أن نستخدم أيضا حامض الليمندوزي، هذا المستخدم في المطبخ، يعني هذا ممكن أيضا يخفض لنا من مستوى البي اتش مثل ما راح نشوف حاليا. طبعا بعد أن أفرغنا محتويات هذا الوعاء في خزان، أحد خزانات نظام الزراعة المائية، ننتظر ليمتلئ بالماء مرة أخرى، ثم نقوم بالتجربة الثانية باستخدام حامض الليمون أو الليمندوزي. نضيف مقدار البي، نضيف المقدار من أي، الآن أيضا نرجع نفحص مقدار الحموضة في هذا الوعاء. سبعة وثلاثة مثل ما قرأنا قبل قليل، نفس الترتيب. أيضا نأتي ب ملعقة الشاي هذه نفسها، إلا أنه نأخذ من حامض الليمون مقدار الملعقة أكثر كمية قليلا، ليست ممتلئة تماما وليست مسح، نضيفها إلى المحلول ونقوم بالتحريك. أيضا هو سريع الذوبان. بالنسبة لمميزات حامض الليمون أو الستريك أسيد أو الليمندوزي، أنه هو مادة مخلبية مفيدة جدا، في حالة وجودها في المحلول المغذي سوف تقوم بنقل العناصر المغذية للنباتات وتدخله إلى النباتات بدون جهد أو صرف طاقة، فيعتبر عنصر مخلبي جيد، له تأثير أيضا جيد بالنسبة للنباتات وبالنسبة لنموها وشكل الأوراق. يفترض بإضافته بين فينة وأخرى لغرض الاستفادة من خواصه هذا. الملعقة التي أضفناها أنطتنا 5.5، يعني خفضت أكثر مما خفض سماد الـ NPK عالي الفسفور، 5.3. طبعا 5.3
يعني لا يعتبر مفيد. 5.5 إلى 6.5 هو الحد المطلوب. احنا انا هسه استمر بالنزول لحد ما وصل 5. 5 حاليا البي اتش 5 يعتبر زيادة في الحموضة، الا انه بالنسبة لحامض الليمون يعتبر خافض للحموضة صحيح، الا انه سريع التحول. يعني نلاحظ ان المحلول المغذي في اليوم الاخر سوف يرجع الى مستوى كأنه لم تضف شيء، يرجع 8 او اكثر. فهذا يعني من سلبيات حامض الليمون، انه يقوم بتخفيض وقتي، الا انه مهم وجيد وممكن استخدامه كبديل بالنسبة للذين لا يمتلكون حامض الفسفوريك. وأيضا حتى لو كانوا يمتلكون حامض الفسفوريك أو سماد عالي الفسفور، أنصح باستخدام حامض الليمون ولو بالشهر مرة للاستفادة منه كمركب مخلبي ينشط امتصاص واستفادة النبات من العناصر الضرورية الموجودة في داخل المحلول المغذي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.